العنوان التاني للقصة التانية اسمها أخاف. أخاف لأنه عنوانها مريض سكر. تمام. مريض سكر طبيعي وده حقه أنه بيخاف من الجراحات. تمام. فهو بيسألني وعنده سكر من نوع التاني، فبيسأل هل يناسب له إجراء جراحي اللي هو تركيب الدعامة؟ طب الجرح التئم؟ طب أنا خايف من إنفكشن. تمام. برضو نرجع لنفس النقطة، هو مريض السكر طبعا في الأول معذور، لأن هو يعلم جيدا أن السكر بيخليه أي جراحة يبقى مقلق منها، لكن احنا بنطمن مريض السكر ونقول له أن أنت زيك زي اللي ما عنده السكر بالظبط في جراحة الدعام، بشرط الشرط اللي هنحط تحتها 10 خطوط أنك أنت تظبط لي سكرك قبل العملية وتلتزم بضبطه في خلال أول أسبوعين أو ثلاثة بعد العملية اللي هي الفترة اللي الجرح فيها لم يلتئم، وبالتالي انت لو عدت المرحله دي خلاص انت ما عندكش اي مشكله اطلاقا. يبقى اذا مريض السكر مش هيفرق المريض اللي هو ما عندوش سكر لو التزم بهذه الاشياء، ولا توجد عنده اي مخاوف لو عمل الكلام ده كله. النقطه الثانيه بقى الاهم، طيب انا كمريض سكر بفكر مثلا هتنفعني او مش هتنفعني، اللي يحدد هتنفعني ولا مش هتنفعني التشخيص السليم. انا ممكن من الاول انا مش محتاج دعم اساسا سواء عندي سكر او ما عنديش سكر، يبقى الخطوه الاولى ان انا اركز مع سكري لو انا مريض سكر فعلا ومحتاج جراحه. الخطوه الثانيه على الطبيب نفسه بقى ان هو من الاول يوجهه التوجيه الصح، انت محتاج دعامه ولا مش محتاج دعامه. فنطمن مريض السكر من ناحيه ونوصي زمايلنا ارجوكم ما تطولوش مع المريض المسار، هو مسار معروف واحد ثم اثنين وانتهت القصه على كده.